إكمالها. الموضوع تحت تصرفهم ومسؤوليتهم بالنجاعة وعقلانية المطلوبتين، ها نحن اليوم في موعد توزيع الاعتمادات المالية في الأسبوع الأول من شهر جانفي كما وعدنا به، وفي واقع الأمر إن تبليغ الاعتمادات الميزانيتية اليوم يجسد التزامنا ورغبتنا بتحكم الأمثل في تسييرها والتأثير على وتيرة وعلى مستوى تنفيذها تأثيرا إيجابيا، وكذا تحقيق الأهداف المسطرة. كما أنه في إطار مواصلة جهود وزارة المالية في تكريس مبادئ الحوكمة والسهر على تجسيد تعليمات سيد رئيس الجمهورية، فلقد كانت سنة 2023 مليئة بالإنجازات. فعلى غرار دخول أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بالقوانين المالية المتمم والمعدل، وإصدار القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسير المالي السري في الذكر، ونذكر ما يلي: هناك القانون رقم 23-09 المؤرخ في 2 جوان سنة 2023 ويتضمن القانون النقدي والمصرفي، وهو الآلية التنظيمية التي تحكم إدارة وتشغيل بنك الجزائر، والذي يهدف إلى تعزيز حوكمة النظام البنكي. القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. القانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2023 المحدد للشروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للإنجاز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني جديد يهدف إلى دعم شركة الابتكار ومشاريع الشابة في الجزائر، لتحديد الشروط العملية لتدخل مستشار الاستثمار التساهمي في السوق المالية. ويمثل هذا إطار قانوني جديد خطوة مهمة، حيث سيسمح بفتح باب تمويل التساهمي للجمهور بشكل أوسع، وذلك من خلال استخدام منصات رقمية، مما يشجع على التواصل المباشر والشفاف بين الشركات الناشئة والمستثمرين. كما لا يفوتني أن أذكر مشاريع القوانين قيد الدراسة والمصادقة التي ستدعم دون شك الترسانة القانونية للقطاع المالية، مما سيسمح لنا بمرافقة الديناميكية الاقتصادية الحالية بكل فعالية، كمشروع القانون التأمينات ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تم دراسته وموافقة عليه في الأربعاء الماضي من خلال اجتماع الحكومة. سيدات وسادة الحضور، إن وزارة المالية حريصة كل الحرص على المساهمة الفعالة كقطاع محوري في تجسيد رقمنا الشاملة، فهذه العملية التي تعد من الأولويات الوطنية هي موضوع متابعة لصيقة من جانبي، نظراً لأهميتها كونها تشكل رافعة قوية للنمو الاقتصادي وأداة لإخلاقات النشاط الاقتصادي، بما أنها تضمن الشفافية في كل المعاملات والصفقات. وفي هذا الإطار يجدر التنويه بالمنجزات التالية: إطلاق وتدشين مشروع المدينة النموذجية للدفع الإلكتروني بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى الدعوة ممثل البنوك الوطنية للتنظيم عدة حملات تحسيسية متواصلة في سبيل تعميم ثقافة التربية المالية، حيث تم تنظيم أسبوع لنشر الثقافة المالية بالتعاون مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى الجامعات والمدارس العليا. تجسيد مبادرة التحول الرقمي لجهاز الجمارك، حيث تم تدشين رسمي لمقر المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في نوفمبر 2023. تدشين مركز البيانات للوزارة المالية في 16 ديسمبر 2023، والذي يعد واحد من أهم المشاريع التي بشرتها وزارة المالية،
ويأتي في سياق التحول الرقمي. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا.